بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال، جزيلا جميلا دائما بدوام ملك الله، حمدا ملء السماوات والأرض وملء ما شاء من شيء بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله النبي الأمي القرشي وعلى آله وصحابه وأتباعه وعلينا وعلى مشايخنا وأساتذنا وعلى مصنف الكتب التي نعلمها ونتعلمها وعلى أحبابنا وذوينا وسائر المؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر، ربي زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وأدبا، ربي تمن بالخير والسعادة، والله ولي التوفيق ومنه التحقيق وبه التصديق. إنما الأعمال بالنيات والعاقبة للمتقين. طيب، ثم قول المصنف: ولا يبلغ الولي درجة الأنبياء. لا يبلغ الولي درجة الأنبياء ولا يصل العبد إلى حيث يسقط عنه الأمر والنهي. هذا اعتقاد بالنسبة إلى الأولياء، اعتقاد أهل الحق وأهل السنة في الأولياء، يعني في أولياء الرحمن. ولا يبلغ الولي درجة الأنبياء، لماذا؟ لأن الأنبياء معصومون، مأمونون عن خوف الخاتمة، مكرمون بالوحي ومشاهدة الملك، مأمورون بتبليغ الأحكام وإرشاد الأنام بعد الاتصاف بكمالات الأولياء. وإذن هناك فضائل عديدة هي زائدة على درجات الأولياء، لذلك درجة الأولياء قاصرة غير بالغة إلى درجة الأنبياء. ما هذه الدرجات الزائدة على درجة الأنبياء على درجة الأولياء؟ أنبياء معصومون، الإسمة لا تكون للأولياء، تكون للأنبياء. فإذن من هذا الجانب لا يصل ولي درجة النبي المعصوم، هو معصوم. ثم مأمونون عن خوف الخاتمة، لهم أمن عن خوف سوء الخاتمة. أما الولي فليس كذلك، وليس مأمونا، بل يعني قد مضى في التاريخ كما أنتم تعلمون، بعض من بلغ إلى درجة الولاية ثم يعني الله ثم ساءت خاتمته ومات على غير إيمان، هكذا كان بعض الناس. نعم، والعياذ بالله. ثم مأمونون عن خوف الخاتمة، مكرمون بالوحي، الوحي من خاصية الأنبياء لا يكون للولي. من هذا الجانب أيضا يفضل النبي على الولي، ومشاهدة الملك يقينا النبي يشاهد الملك. ثم مأمورون بتبليغ الأحكام، مأمورون بتبليغ الأحكام، هذا التبليغ الأمر بالتبليغ، بتبليغ الأحكام ليس للولي بل للنبي، ويرشاد
أينام بعد الاتصاف بكمالات الأولياء. فإذا من هذه الدرجات والفضائل يفضل الأنبياء على الأولياء ولا يبلغ الأولياء درجة الأنبياء. فما نقل عن بعض الكرامية، يعني لهم في هذه المسألة خلاف، لذلك ذكره المصنف، من جواز كون الولي أفضل من النبي كفر وضلال. لا شك هذا كفر وضلال. نعم، قد يقع تردد في أن مرتبة النبوة أفضل من مرتبة الولاية بعد القطع بأن النبي متصف بالمرتبتين وأنه أفضل من الولي الذي ليس بنبي. يعني هناك موضع تردد وموضعان متفق عليهما. موضع الاتفاق ما هو؟ موضع القطع ما هو؟ النبي متصف بالمرتبتين، النبي متصف بمرتبة الولاية والنبوة، فإذا النبوة أفضل من الولاية، لذلك يقال هذا. مع ذلك هو متصف بالولاية أيضا. ثم الولي الذي ليس بنبي، النبي هو أفضل من النبي الذي ليس بنبي. لماذا؟ في النبي مرتبتان، مرتبة الولاية والنبوة، والولي فيه مرتبة واحدة فقط، فصاحب المرتبتين أفضل وأولى من صاحب مرتبة فقط. نعم، ثم أين التردد؟ هذا الذي قال أولا. نعم، قد يقع تردد في أن مرتبة النبوة أفضل أم مرتبة الولاية، هكذا تردد. هذا تردد، يعني مرتبة النبوة أفضل أم مرتبة الولاية. هذه المرتبة، مرتبة الولاية، ولاية من؟ ولاية النبي الذي فيه مرتبتان، أو ولاية الولي الذي فيه مرتبة واحدة؟ ولاية من هذا؟ فيما بعده قال أنه، يعني أن النبي أفضل من الولي الذي ليس بنبي. فإذا النبوة هي أفضل من الولاية التي ليست معها نبوة، هكذا يكون، هذا واضح. فإذا هذا التردد أين؟ هذا التردد بين ولاية النبي ونبوته. في النبي يكون مرتبتان، مرتبة الولاية ومرتبة النبوة. ما هو أفضل من هاتين المرتبتين الموجودتين في النبي؟ ليس التردد بين ولاية ولي ليس بنبي وبين نبوة نبي، ليس هذا. هذا هناك يعني قطع بأن النبي أفضل، يعني النبوة أفضل. نعم، إذن النبوة أفضل. لماذا؟ لأن نبوة النبي يكون معها ولاية، فإذن في هذه النبوة فضائل زائدة. أما مرتبة النبوة، مرتبة الولاية الموجودتان في النبي يجرد أحدهما على الآخر ثم يقارن بينهما، ما هو الأفضل منهما؟ هذا تردد. ثم هكذا ذكر في حاشية الكستلي، إنما التردد بين ولاية النبي ونبوته. هذا قول السياق أيضا، كذلك قول الشارح أيضا يشير إلى ذلك. ذلك قوله أنه أفضل من الولي الذي ليس بنبي. نعم، ثم هذا تردد. فمنهم من قال بالأول،
يعني مرتبة النبوة أفضل من مرتبة الولاية، هكذا قال. بناء على أن النبوة تكميل للغير، والتكميل بعد الكمال وفوقه، لذلك مرتبة النبوة أولى. ومن قال بالثاني، يعني قال بعض أن مرتبة الولاية أفضل. لماذا؟ زعما بأن الولاية عبارة عن العرفان بالله وصفاته. الولاية سبقا ذكرنا الولي العارف بالله وبصفاته، فإذا الولاية عبارة عن المعرفة بالله وصفاته وكرامته عنده وقرب منه. والنبوة سفارة بينه وبين عبده، وتبليغ أحكام الله تعالى والقيام بخدمته. هذه الأمور متعلقة بمصلحة العبد. إذن ما يتعلق بمصلحة العبد وما يتعلق بمعرفة الله تعالى وصفاته، ما هو الأفضل؟ ما يتعلق بمعرفة الله وصفاته وهذا ولاية، فالولاية أفضل وأولى، هكذا زعم بعض. وأجيبه هذا بين هكذا الكستلي. الجواب عن الثاني بأن النبوة تنبئ عن التبليغ من الحق إلى الخلق، ففيها ملاحظة الجانبين. التبليغ أي شيء؟ تبليغ من الحق إلى الخلق. ففي النبوة هذه الولاية يعني المعرفة بالله تعالى وصفاته، هذه موجودة في النبوة أيضا. ففيها ملاحظة الجانبين العرفان وما ذكر معه والسفارة، لذلك النبوة أفضل. نعم. ثم ولا يصل العبد ما دام عاقلا بالغا إلى حيث يسقط عنه الأمر والنهي لعموم الخطابات الواردة في التكاليف وإجماع المجتهدين على ذلك. إن الخلاف في المسألة السابقة من عند الكرامية، هم الذين قالوا بجواز كون الولي أفضل من النبي، وذلك كفر وضلال حقا. ثم هنا بعض المتصوفة الكاذبة، هم يدعون أن العبد يصل إلى حيث يسقط عنه التكليف. ردا عليه قال المصنف: ولا يصل العبد ما دام عاقلا بالغا. العقل والبلوغ يعني شرط التكليف. لو بقي عقله وكان بالغا لا يسقط عنه الأمر والنهي. لماذا؟ يعني لا يسقط عنه التكليف، بل هو مكلف، يجب عليه امتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه لعموم الخطابات الواردة في التكليف، يعني خطابات عامة. ثم وإجماع المجتهدين على ذلك. وذهب بعض المباحيين أو إباحيين، هم يبيح كل شيء، هذا نسبة إلى الإباحة، يعني هم يبيحون المحرمات وكذلك يبيحون ترك الواجبات، إلى أن العبد إذا بلغ غاية المحبة وصفى قلبه، يعني العبد بلغ غاية المحبة، يعني محبة غاية محبة الله تعالى، ويحب الله تعالى للغاية، وصفى قلبه، كان قلبه صافيا خالصا، واختار الإيمان على الكفر من غير نفاق، سقط عنه الأمر والنهي، هكذا قال بعض الإباحيين. ولا يدخله الله تعالى إلى النار بارتكاب الكبائر، يسقط عنه الأمر والنهي. ثم بعد ذلك ولو ارتكب الكبائر لا يدخل النار، لا يدخله الله النار، هكذا ادعوا، هكذا هم أباحوا الكبائر أيضا.
هكذا طائفة، وبعضهم إلى أنه يسقط عنه العبادات الظاهرة، يعني لا يسقط عنه كل أمر ونهي، لا يسقط عنه التكليف يعني تماما، بل يسقط عنه العبادات الظاهرة من الصلاة والصوم والزكاة والحج وغير ذلك، فتكون عبادته التفكر. نعم، هكذا طائفة ثانية. ذكر الإمام الغزالي رحمه الله هكذا طوائف عديدة في كتابه هي علوم الدين، كتاب الغرور المغرورين، إن عدد كثيرا من المغرورين، من المغرورين بالله، من المتصوفة ومن العلماء ومن العباد ومن الأغنياء، هكذا يعني عدد كثير من المغرورين، هم في الحقيقة مغرورين. نعم، ومع ذلك فهذا عقيدة كفر وضلال، وهذا كفر وضلال، فإن أكمل الناس في المحبة والإيمان هم الأنبياء، خصوصا حبيب الله تعالى، مع أن التكليف في حقهم أتم وأكمل. يعني لو كان يسقط التكليف ينبغي أن يسقط عن الأنبياء، خصوصا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لم يسقط عنهم التكليف. العبد لا تبلغ محبته محبة الأنبياء، ولا تبلغ محبته محبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ليس هذا، ولا تبلغ محبته محبة عبد محبة أحد من الصحابة، كما ذكرنا أمس في حديث لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا لا يبلغ مد صحابي ولا نصيفه. ما بلغ مد أحدهم، لا تسبوا صحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم وأحدهم ولا نصيفه. فإذا أي عمل صالح كان لا يبلغ، لو عملنا به ما بلغ عمل الصحابة، بينهما بون بعيد، مسافة شاسعة جدا. نعم، فإذا هذا القول يعني القول بسقوط التكليف عن العبد إذا وصلت محبته غايتها وصفى قلبه، هذا قول كفر وضلال. نعم، ثم وأما قوله عليه السلام إذا أحب الله عبدا لم يضره ذنب. نعم، هؤلاء القائلون استدلوا بمثل هذا الحديث إذا أحب الله عبدا لم يضره ذنب، إذن لذلك هم استندوا إلى المحبة، فمعناه أنه عصمه من الذنوب فلم يلحقه ضررها، هذا معنى قوله إذا أحب الله عبدا لم يضره ذنب، معناه يعصمه من الذنب فلا يلحقه ضرر الذنب، هذا معناه، ليس أنه يرتكب المعاصي ثم بعد ذلك لا يعذبه، هذا ليس معناه. ثم والنصوص على ظواهرها، فالعدول عنها إلى معان يدعيها أهل الباطن إلحاد. ثم هذا بالنسبة، هذه عقيدة أهل الحق بالنسبة إلى النصوص من الكتاب والسنة، يعني هذه النصوص على ظواهرها لها بواطن، ومع ذلك ينبغي حملها على ظاهرها، كما سيأتي
أن للقرآن ظاهرا وبطنا. نعم. والنصوص من الكتاب والسنة تحمل على ظواهرها ما لم يصرف عنها دليل قطعي. يعني لو صرف دليل قطعي نصا من النصوص من الكتاب والسنة عن ظاهره يصرف عنه وإلا يحمل على ظاهره. هكذا يجب دليل قطعي لصرف النصوص عن ظواهرها كما في الآيات التي يشعر ظواهرها بالجهة والجسمية ونحو ذلك. نعم هناك بعض الآيات يشعر ظواهرها جهة وجسمية لله سبحانه وتعالى عن ذلك، فإذا ينبغي أن يحمل على غير ظاهرها. لماذا؟ الظاهر يمنعه دليل قطعي من العقل أن الله سبحانه وتعالى منزه عن الجهة والمكان والجسم والجسميات وهكذا. لا يقال ليست هذه من النص بل من المتشابه. فإذا النص يطلق على معان، هنا معنى النص الكتاب والسنة، هذا في مقابلة الإجماع والقياس، في مقابلة الإجماع والقياس. هناك يعني نص متشابه هكذا، الآيات المتشابهات والمحكمات، فإذا في مقابلة المتشابه يقال نص بمعنى المحكم. فإذا هذه الآيات ليست من النصوص لو كان إطلاق النص بهذا المعنى الثاني الذي قلته والذي في مقابلة المتشابه. فإذا النصوص على ظواهرها والمتشابه آي أول. نعم. لأننا نقول المراد بالنص هنا ليس ما يقابل الظاهر والمفسر والمحكم بل ما يعم أقسام النظم على ما هو المتعارف. يعني كل هذا داخل في النص، يعني الكتاب والسنة الذي يقال في مقابلة الإجماع والقياس. فإذا لو كان آية من القرآن يعني ظاهر الكتاب أو مفسر الكتاب أو محكم الكتاب، كذلك ظاهر الحديث مفسر الحديث محكم الحديث، كلها داخل في النص هنا. يعني ما يقابل الظاهر يقال نصا، كذلك ما يقابل المفسر مفسر يقال ظاهر، ذلك ما يقابل المؤول. نعم. والمحكم بل ما يعم أقسام النظم على ما هو المتعارف. نعم. وذاك يعني في أصول الفقه للنص اصطلاحات وهكذا. للفقهاء يعني للنص اطلاق آخر، وهذا يطلق على قول الإمام الشافعي رضي الله عنه. لو كان القول في الفروع للإمام يقال النص، لو كان لأصحابه يقال وجه هكذا. نعم. ثم للإمام النووي رحمه الله مصطلح خاص في كتابه للنص، في كتابه يعني منهاج الطالبين. نعم. كما ذكر في مقدمته روضة الطالبين كما ذكر في مقدمته. نعم. هكذا يطلق النص على معاني مختلفة. هنا النص يعني الكتاب والسنة. فالعدول عنها، فالعدول عن الظواهر إلى معان يدعيها أهل الباطن. إلحاد. فالعدول إلحاد، إلحاد يعني هذا خروج عن الإسلام. نعم. اتصال بالكفر، هذا معنى الإلحاد. وهم الملاحدة، هكذا يعني طائفة هم ملاحدة وسموا الباطنية أيضا، فهؤلاء أيضا من المغرورين، يعني هم قسم طائفة من العباد يعبدون الله تعالى كثيرا. نعم.
أما الطائفة الماضية من الكرامية الذين يدعون من الكرامية وبعض المتصوفة يدعون أنه يسقط عن العبد التكليف إذا بلغ إلى غاية المحبة وهكذا، هم ليسوا من العباد، يعني لا يعبدون الله بل هم يتركون العبادة ويبيحون كل أمر، هؤلاء يعبدون الله كثيرا ومع ذلك عندهم كفر وضلال. نعم، وهم الملاحدة وسموا الباطنية لادعائهم أن النصوص ليست على ظواهرها بل لها معان باطنة لا يعرفها إلا المعلم. إلا المعلم، من هو المعلم؟ الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام والولي، هكذا هم قالوا، المعلم الله ورسوله ووليه. نعم، وقصدهم بذلك نفي الشريعة في الكلية. لماذا يدعون هكذا؟ ينفون ظاهر النصوص لنفي الشريعة بالكلية، ثم يكون عندهم أحكام أخرى هم يقولون هذا علمه وليهم من القرآن والسنة، ثم هم يدعون أن هذا العلم موروث من خضر عليه الصلاة والسلام. أما الشريعة هو موروث من موسى عليه السلام، ثم بعد ذلك هم يفضلون الخضر عليه السلام وعلمه، وكذلك هم يستدلون بحديث أبي هريرة رضي الله عنه من قوله حفلت وعاءين من العلم، وعاء بسسته ووعاء ما بسسته، لو بسسته لا قطعه القوم، أو كما قال نعم يقتل. فإذا هو يعني لم يبص وعاء من العلم، وهذا العلم موروث لمشايخهم وأوليائهم، هكذا يدعون الباطنية، لكن هذا باطل. بين الإمام ابن حجر الأسقلاني شيخ الإسلام رحمة الله عليه في فتح الباري في شرح هذا الحديث مذهب الباطنية وبطلانهم، بين. نعم، ثم إلحاد أي ميل وعدول للإسلام، واتصال واتصاب بكفر لكونه تكذيبا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما علم مجيئه به من بالضرورة. وأما ما يذهب إليه بعض المحققين من أن النصوص محمولة على ظواهرها ومع ذلك ففيها إشارات خفية إلى دقائق تنكشف على أرباب السلوك يمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة، وهو من كمال الإيمان ومعز الإرفان. نعم، حينما رد المصنف على الباطنية هناك طائفة من محققي متصفي الصوفية يكون عندهم لهذه النصوص معان باطنة، وهذه أيضا باطنية، يعني باطنية حقة، أولئك باطنية باطلة زنديقة. فإذا ما الفرق بينهما؟ يعني هم يدعون معاني نعم، هم يدعون معاني باطنة للنصوص نفيا لظواهرها، وهؤلاء يعني محققو الصوفية هم يدعون بواطن معاني باطنة للنصوص مع الاعتراف بظواهرها، هذا هو الفرق، شتان بينهما. هؤلاء يعترفون بالظواهر ومع ذلك يذكرون معاني باطنة يؤيدها ظواهرها ولا ينافيها ظواهرها، هكذا. هذا الذي قال أما ما ذهب إليه بعض المحققين من أن النصوص محمولة على ظواهرها ومع ذلك، نعم هذا محمولة على ظواهرها، هذا محط الفرق. نعم،
ومع ذلك ففيها إشارات خفية إلى دقائق تنكشف على أرباب السلوك. نعم، بسبب صفاء القلوب يمكن أن يجدون معاني إشارة يمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة، ومن كمال الإيمان ومحل الإرفان. هذا من تجليات ربانية، وهذه من العلوم اللدنية، علوم اللدنية من لدن حكيم خبير. نعم، اللدنية ليس من الشيطان الرجيم. الأولياء قسمان، أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فإذن من يدعي أن العبد يصل إلى حيث يسقط عنه الأمر والنهي، أو من يدعي أن الولي يجوز أن يكون أفضل من النبي، كذلك من يدعي بواطن النصوص نفيا لظواهرها، كل هؤلاء من أولياء الشيطان. نعم. ثم ورد النصوص كفر، هكذا يعني طائفة أخرى من أولياء الشيطان، هم يردون النصوص لا يقبلون. رد النصوص كيف؟ بأن ينكر الأحكام التي دلت عليها النصوص القطعية من الكتاب والسنة، كحشر الأجساد مثلا. هكذا لو أنكر النص، إنكار النص، رد النص هو كفر. لماذا؟ لكونه تكذيبا صريحا لله تعالى ورسوله عليه السلام. فمن قذف عائشة بالزنا كفرا رضي الله تعالى عنها وأرضاها، هذا كفر. لماذا؟ هذا رد النص، إنكار النص. نعم. ثم واستحلال المعصية كفر. نعم، من هنا يبين الشارح المصنف رحمه الله تعالى بعض أسباب الردة. لا يستقصي الأسباب، بل يذكر بعضا فقط. أيضا رد النصوص كفر، هذا إن جر الكلام إلى ذلك فيما ذكر فيما قبله بعض أسباب الكفر. نعم، قال رد النصوص كفر، استحلال المعصية كفر، صغيرة كانت أو كبيرة استحلال كفر إذا ثبت كونها معصية بدليل قطعي، وقد علم ذلك فيما سبق. يعني متى يكون كفرا؟ لو ثبت هذه المعصية بدليل قطعي. فإذا المصنف لم يذكر هذا الشرط، إذا ثبت كونها معصية بدليل قطعي لم يذكر، لكن هذا القيد معلوم فيما سبق. نعم، فقد علم ذلك فيما سبق. ثم والاستهانة بها كفر، والاستهزاء على الشريعة كفر. الاستهزاء بها كفر، يعني الاستهانة بالمعصية كفر، ويهين المعصية لا يهتم بها، ليس ارتكاب المعصية. ارتكاب المعصية أمر، استهانة بالمعصية أمر آخر. استهانة بالمعصية إما يكون بارتكابها أو بدون ارتكابها. نعم. ثم والاستهزاء على الشريعة كفر، استهزاء على الشريعة أيضا كفر، لأن ذلك من أمارات التكذيب. هذه الاستهانة وهذا الاستهزاء كلها من أمارات التكذيب، التكذيب هو الكفر. نعم. وعلى هذه الأصول يتفرع ما ذكر في الفتاوى من أنه إذا اعتقد الحرام حلالا فإن كان حرمته لعينه وقد ثبت بدليل قطعي يكفر، هكذا ذكر في الفتاوى. نعم. فإذا هذا يتفرع على ما ذكره المصنف هنا، من أن استحالة المعصية كفر، والاستهانة بها كفر، والاستهزاء على الشريعة كفر. فإذا لو اعتقد الحرام حلالا، فإن كان ينظر هناك، فإن كانت حرمته لعينه وقد ثبت بدليل قطعي يكفر، وإلا فلا، يعني لو لم يثبت بدليل قطعي لا يكفر، أو حرمته ليست لعينه هكذا،
أما بأن تكون حرمته لغيره أو ثبت بدليل ظني. نعم. وبعضهم لم يفرق بين الحرام لعينه ولغيره، فقال من استحل حراما أي حرام كان لو ثبتت حرمته لنفسه لعينه أو لغيره قد يعلم في دين النبي صلى الله عليه وسلم تحريمه، لو كان تحريمه معلوما من الدين كنكاح ذوي المحارم أو شرب الخمر أو أكل ميتة أو دم أو لحم خنزير من غير ضرورة فكافر. نعم، والعياذ بالله. ثم أكل لحم الخنزير لو كان بغير ضرورة، هذا يجوز عند الضرورة قدر الحاجة فقط. ثم وفعل هذه الأشياء بدون الاستحلال فسق. نعم، هذا الذي ذكرته أولا، هذا استحلال المعصية كفر، أما ارتكاب المعصية بدون الاستحلال فسق فقط. ثم ومن استحل شرب النبي إلى أن يسكر كفرا، هذا شرب النبي المسكر معصية، لو استحلها أحد يكفر، من جملة مسائل القاعدة الماضية. أما لو قال لحرام هذا حلال لترويج السلعة أو بحكم الجهل لا يكفر. رجل قال هذا حلال هذا حلال، ممكن هو يبيع شيئا، مثلا يكون هناك دكان الدجاج، يكون هناك أو يعني مطاعم، يكون هناك لوحة يكتب عليها أن اللحم حلال، يكون هناك دجاج ميت يطبخ غير مذبوح أو ذبح على طريق شرعي، بل يكون هناك إلصاق فقط بأن هذا مذبوح على شريعة الإسلام، ثم يستورد من البلاد غير المسلمين، من بلاد غير المسلمين، فهكذا يجري كثير. ثم هناك ادعاء بأنه حلال، هل يكفر به؟ لا يكفر به. نعم، وهو يعني لم يرد استحلال معصية ولا استهانة بها ولا استهزاء على الشريعة، بل هو أراد ترويج سلعته فقط، وأراد يعني أن يكتسب المال، ثم لذلك لا يكون كفرا. ثم ولو تمنى لترويج السلعة أو بحكم الجهل لا يكفر، ولو تمنى ألا يكون الخمر حراما هكذا تمنى، أو لا يكون صوم رمضان فرضا لما يشق عليه لا يكفر. هذا بسبب المشقة، يعني هذا مثلا رجل كان مدمن الخمر ثم أسلم، فإذا هو يعلم أن الخمر حرام في الإسلام ثم أسلم، فإذا هو يعني تمنى ألا يكون الخمر حراما، أو رجل مسلم كان مدمن الخمر ثم تاب إلى الله تعالى وقلع عن شرب الخمر، لكن في هذه الحالة يعاني من ترك شرب الخمر، يجد عليه مشقة، عندئذ هو تمنى ألا يكون الخمر حراما، هل يكفر؟ لا يكفر، هذا الذي قال لما يشك عليه. ثم بخلاف ما إذا تمنى ألا يحرم الزنا وقتل النفس بغير حق فإنه كفر. فإذا بين المسائل فرق، أولا يعني وجوب صوم رمضان، كذلك حرمة شرب الخمر، أما هذا حرمة الزنا وقتل النفس، لو تمنى ألا يحرم فإنه كفر، لأن حرمة هذه الأشياء ثابتة في جميع الأديان موافقة للحكمة، لذلك هنا تشديد. نعم، ومن أراد الخروج عن الحكمة فقد أراد أن يحكم الله بما ليس بحكمة. نعم، هذا يعني حرمة هذه الأمور موافقة للحكمة، فإذا لو تمنى لم يكن حراما، إن لم يكن حراما
معناه أنه أراد الخروج عن الحكمة، فقد أراد أن يحكم الله بما ليس بحكمة، وهذا جهل منه بربه، لذلك يكفر. ثم وذكر الإمام السرخسي رحمه الله، سرخسي أو سرخسي، في كتاب الحيل أنه لو استحل وطأ امرأته الحائل يكفر. نعم. وفي النوادر لو وطئ الحائل لا يكفر، بل لو استحل. لماذا؟ هذا استحلال المعصية، والمعصية ثابتة بدليل قطعي فكفر. نعم. لو استحل وطأ امرأته الحائل يكفر. وفي النوادر، النوادر يعني مسائل النوادر في الفقه الحنفي، عن محمد رحمه الله أنه لا يكفر، وهو الصحيح. هل يكفر أو لا يكفر فيه خلاف، الإمام السرخسي نص على أنه يكفر، أما الرواية رواية ما النوادر عن الإمام محمد الشيباني صاحب الإمام الأعلى رضي الله عنه ما أنه لا يكفر وهو صحيح. يعني التفتازاني رحمه الله رجح قول محمد الشيباني رحمه الله. ثم وفي استحلاله اللواطة بامرأته لا يكفر على الأصحيح، هذا استحلال اللواطة كفر أو ليس بكفر، هذا ليس بكفر على الأصحيح. ثم لو كان هذا بامرأته، يعني الوطء في حلقة دبر امرأته، لو استحله لا يكفر. نعم. ومن وصف الله بما لا يليق أو سخر باسم من أسمائه أو بأمر من أوامره أو أنكر وعده ووعيده يكفر. نعم. هذا من الاستهزاء على الشريعة. لو وصف الله تعالى بما لا يليق، كذلك سخر باسم من أسمائه، يسخر بواحد من أسمائه تعالى، أو بأمر من أوامره، هو يسخر بأمر من أوامره، أو أنكر وعده ووعيده يكفر. أنكر وعد الله تعالى أو وعيده تعالى ينكر. الله تعالى وعد بكثير خصوصا بالثواب والنصرة للمؤمنين، فأنكره واحد وهو كافر، أو يعني لله سبحانه وتعالى وعيدات فبالعقاب وعدم والخذلان للكافرين هكذا، فلو أنكره ناهد يكفر. نعم. هذا يعني استهزاء بأمر من أوامره يقع كثيرا. يعني هناك عندما يثير أعداء الإسلام حول أحكامه إثارات إشاعات دعايات سيئة فيوافقهم بعض المسلمين تحديثا، يتحدث معهم هكذا، أو يعني يجد في قلب المسلمين إنكار لهذا الحكم بسبب إثارتهم وتشبيه وشبهتهم يثيرونها. نعم. ثم ينبغي أن يتحذر من مثل هذا. وكذا لو تمنى ألا يكون نبي من الأنبياء على قصد استخفاف أو عداوة، ألا يكون، ألا يوجد نبي، هو يذكر اسم نبي ثم يقول ألا يكون نبي فلان فلان، هذا كفر. وكذا لو ضحك على وجه الرضا لمن تكلم بالكفر، رجل تكلم بالكفر ضحك في وجهه كأنه يرضى لهذا الكلام فهو كفر. وكذا لو جلس على مكان مرتفع وحوله جماعة يسألونه مسائل ويضحكونه ويضربونه بالوسائد يكفرون جميعا، هذا استهزاء بالعلم. هذا الذي يجلس على مكان مرتفع يتمثل كأنه أستاذ، والذين يجلسون حوله تلاميذه، ثم بعد ذلك هكذا يضحكون يضربونه بالوسائد كذا كذا يصفقون، فإذا هذا استهزاء
بجماعة معلم ومعلمين ومتعلمين وتلاميذه. ثم وكذا لو أمر رجلا أن يكفر بالله أو عزم على أن يأمره بكفر. إما أمر رجلا أن يكفر بالله أو عزم أنه يأمره فيما بعده، هذا كفر والعياذ بالله والعياذ بالله. وكذا لو أفتى لامرأة بالكفر لتبين من زوجها، هذا عندما استفتت امرأة مفتيا، أفتى المفتي بالكفر بردة هذه المرأة، لماذا؟ لتبين من زوجها، تكون باينة من زوجها، مفارقة من زوجها. نعم، ثم ممكن هو أو أن يعهد أصدقائه معارفي يتزوجها، هكذا. نعم، يكون هناك قصد سوء. ثم وكذا لو قال عند شرب الخمر أو الزنا بسم الله، يعني لو بسمله على هذه المعاصي يكفر، هذا أيضا استهزاء بحكم من أحكام الله تعالى. وكذا إذا صلى لغير القبلة أو بغير طهارة متعمدا يكفر، لماذا؟ هذا أيضا استهانة بالمعصية. ثم استهزاء على الشريعة، استهزاء لأمر من أوامره تعالى. وإن وافق ذلك القبلة، ممكن هو صلى إلى جهة ظن أنها غير جهة القبلة، لكن في الحقيقة في الواقع كان يتوجه إلى القبلة، ومع ذلك يكفر. وكذا لو اعتلق كلمة الكفر استخفافا لا اعتقادا إلى غير ذلك من الفروع، اعتلق كلمة الكفر استخفافا وكأنه يستخف الكفر لا اعتقادا، لو كان اعتقادا يكفر لا خلاف، لكن وهنا أيضا يكفر لأنه استخف المعصية، معصية الكفر. هكذا يعني فروع كثيرة. ثم أيضا يعدد بعض أسباب الردة والكفر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.